كنت يا فرهاد؟ الأحسن أنه أنا اللي أسألك هالسؤال. أنت اللي عملت هيك بيجيت خالي؟ سؤال واحد وجواب واحد، خليك واضح معي. لا تخاف، شلته، ارتاح، شلت الجهاز وما رح يسمعنا أي حدا. وهلأ بدي تجاوبني. هذا الواطي شاهين. مو قلت خلاص؟ وعزمتنا على الأكل لنحتفل، مو انتهينا من هالموضوع؟ ما خلصنا؟ ما بده يبعد؟ المهم أخي طيب هلأ وبعدين أنا بشوف هالزلمة كيف بدي أنهيها معه، إلا إذا أنت صرت حليفه مو عدوه. مو هيك القصة يا فرهاد، هذا الرجال بده يقتلنا كلياتنا. ما فيني يكون حليف حدا يدخلني على السجن، بس فيني يكون حليف منافس واتفق معه. بس هذا شاهين ما بيحب المنافسة أبدا، الرجال بده يشوفنا تحت التراب مو بالسجن، وبقي له بهي الحياة سنة واحدة، عم تفهم علي؟ اتفقت مع مخبرين يفتشوا عنه، وأخوك يجيد كان عم يفتش عن أخبار شاهين، والظاهر أنه سمع بهذا الشيء فحاول يخلص عليه. رح خليه يندم على الشيء اللي عمله، رح ندمه على الساعة اللي قرر فيها يضرب رصاص على أخي. ما شفته لفرهاد اليوم الصبح لأنه نحن طلعنا سوا الصبح بكير، لهيك أنتي ما شفتي، وأنا رحت على المشفى وبعدين رجعنا، ولما إجا شاف السيد نامق ودخلوا يحكوا مع بعض. حتى عابدين وجنيد طلعوا بكير اليوم، ويعني فيلدان بلشت تعمل رياضة برات الفيلا. وجينا نحن ولبكناكن معنا. لا تقولي هيك حبيبتي، وين اللبكة؟ شو هالحكي هاد؟ صح أنا كنت بتمنى إنه ما نجتمع سوا بهيك ظرف بنتي، وإن شاء الله الجاي أحلى. المهم يا جيتي قوموا بخير وسلامة. الله يحمي يا رب ومنرجع نشوفه منيح. إيه إن شاء الله. لا نشغل بالكن لأنه انطمنونا، وأخباري يا جيت كلها منيحة إن شاء الله. ها أنت كتير تغيرت يا فرهاد. شو قصدك خالي؟ كيف تغيرت؟ ما لازم انتقم من اللي قوص على أخي؟ رح خليه يندم على الشيء اللي عمله، وأكيد بدي لاقي الشرطة. هي الشرطة ما بكون عم حاسبه خال. تشتغل مع الشرطة وبتحاسبه؟ بدك تقول أخو مرتك مثلا؟ ما في مشكلة، ما في أي مشكلة معه. لا في، ما في، لا في مشكلة. عم قلك ما في. أنت صرت تكذب. أنا تعلمت الكذب منك يا خال.
حتى ما بعرف كذبك من صدقك، فهمت علي؟ هذا غير شي يا فرهاد، الشغلة فيها حب، القصة فيها أصلي، انت حبيتها وقد ما انت حاولت تخبي هذا الحب ما رح تقدر أبدا، ما حدا بيقدر بيخبي. أكثر من مرة سألتك إذا حبيتها لأصلي ولا مرة قلت لي لا، لأنه دائما جوابك واضح، وهذا أكثر شي كان يضايقني. معلش حتى لو اتضايقت لهذا السبب، بس الظاهر إنك ختيرت يا خال. بالنسبة لأمور الحب والعواطف لا تدخلني فيها أبدا، لأنه مالي بهالقصص، ولا تحكم علي بدون ما تعرفني كتير منيح. لو حضرتك ما رحت تزوجت أصلي كانت هلأ ميتة من زمان، بس أنت اهتميت فيها من أول يوم، بالأول أنقذت أخوها وبعدين أنقذت حياتك. برأيي تنتبه منيح، أنت عم تسبح هالفترة بمي خطرة. بس نحن دائما عم نسبح بنفس المي. شكرا لك يا خال، رح أسمع نصيحتك وكلامك، رح أنتبه كتير خال، رح أنتبه. مرتفع حرارته، في مسكن ألم أو خافض حرارة بالبيت؟ يمكن تلاقي عند فيلدان لعمر أزجو. طيب رح أسأله، وإذا ما في بنبعت الأخرس يجيب. ماشي. إذا شلحناه تيابه بيكون أحسن. يلا تعال تعال ماما. هاتي. حرارته مرتفعة كتير. فرهاد لوين رايح؟ أنا عم بسألك لوين رايح؟ يا دكتورة لا ما رح بعيد. لك عم قلك بعدي من قدامي. قلت لك اليوم إنه سونا وأزجور بالبيت، وشو عملت؟ سكرت عليك الباب بغرفة السيد نامق وعم تهرب. كل هاد صعب تشوفهم، صعب تروح وتطمن عليهم وتشوف إذا لازمهم شي، بيصر لك شي إذا سألتهم؟ بيصر لك شي اللي عم تهرب؟ هدول ما بدهم ينتقموا منك، أنت عم تفهم؟ هدول محتاجين إلك مو لحتى ينتقموا منك. هاد صغير نايم على تختك ومرتفع حرارته لأنه أبوه ماله هون، والظاهر إنه عمه كمان ماله هون. هدول اللي فوق بحاجة حنانك واهتمامك فيهم، تعوض الولد عن أبوه الغايب، هنن ما بدهم منك أكتر من هيك. روح يلا روح روح، قوس على اللي قوسوا أخوك وخليهم يقتلوك إلك. روح ضيع بالعتمة مرة تانية، قرر شي قرار منيح، أعمال الصح لمرة مشانك فرهاد. طلع لفوق واتطمن على صغير والمثله شعره، طبطب عليه وقله رح يجي أبوك يا بطل. طلع لا تخاف، أخي كان يعمل هيك مع أنه كنا منعرف أنه أبي ما رح يجي أبدا، بس ما تخلى عنا ولا مرة ولا مرة.